اغنية دي مني لشيكابالا. شيكابالا طلع مش بتاع لقطة ولا بتاع حوارات زي ما احنا فاهمين، ده طلع بتاع ريالات سعودية. الامير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز بيؤكد عبر صفحته الرسمية تم الاتفاق مع شيكابالا، والاتفاق كان في بيته في مصر، واخد المقدم ريالات على ان شيكابالا يشارك معانا في بطولة ودية اثناء التوقف في السعودية. وشيكابالا لحد دلوقتي ما جاش، وقعد يقول لنا جاي بكرة وجاي بعده، وحجزنا له هو وسبع مرافقين معاه، ولكن شيكابالا ما جاش وهتتخذ معاه الاجراءات القانونيه. بصراحه شيكابالا ما بيحترمش نفسه، فازاي هيحترم كلامه معاك؟ ولكن شيكابالا كان متفق انه هيلعب معاهم بطوله وديه، والبطوله بتضم في فرقته سيدورف وايريك ابيدال ومحسن متولي وشيكابالا، ولكن شيكابالا ما نفذش الوعد وخد المقدم التعاقد من الراجل هنا في مصر وضحك على الراجل وما راحش. شيكابالا بتاع لقطه، شيكابالا بتاع مشاكل، شيكابالا نصاب، كل الكلام ده كله يتطبق على شيكابالا. يبقى شيكابالا في المباراة النهائية لما كان بيشاور على ايده كده وبيشاور بالفلوس، ما كانش قصده الخطيب، ولا كان قصده النادي الاهلي، ولا كان قصده جمهور النادي الاهلي، ولا تركي آل الشيخ، كان قصده بيقول لهم انا نصبت عليكم وخد الدولارات، هو ده كان قصد شيكابالا. ظلمناك يا شيكا، احنا اسفين، احنا ما كناش نعرف ان انت طلعت واد لعيب وعرفت تاخد دولارات. لا، وقول لحد بيته وادوله الدولارات الريالات. وشيكابالا بسم الله ما شاء الله ما راحش. ننتظر ان شاء الله الراجل السعودي ينفذ وعده، وباذن الله يقاضي شيكابالا علشان